ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هذا وحن كقد قلينا محاضرة اللبان ومحاضرات كي هرعها كمدعا وحن هذا كهذا لينا كتاب كان لي هذا منهاج السنة ابن تيمية وحن لي هاي كتاب وشعاد كره دين هايو وحيالا بضن او خلطن او كسو قاري ولي هذا منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية. هذا كور مركه واحد جدي ان عن محوها كتاب كاس ان وحكسو قولي ان يقو محاضرة جيدنا هي ومركا عن إلي قلوين كوهابية ذا إن أنا أهل بيت كوح احترام لي هذا إن أنا وهاينين وها أصبب أه دغن كي ابن تيمية كتاب كاس إيا كتب كانوا لي هاي حوق بكتاب كان ها هذا وكل نقمي أه إنو أهل بيت كإهانيه وعلي بن أبي طالب هي فاضوة بنت رسول الله كم لها ينكلي قولنا معها حسين لفتي جيسا كجرة أهل بيت كلا أيا كجرة تدي أبو قار كيسو وهابية ذا كم لها أيا وحي سودة بعدما هذا الكاس أروق مركا عن نقول أنا نسو قورين لكن وركا قوت كليو عن شيء ويها مرحلة هانو عاصو كلي كفا إليسا أنا وح تفسير مركا عن صور نقلين وهي تفسير لصور نقلي هاي تفسير كيما ماشي يا لو انا لقى بين شيء كريم مركا انا الى هذا انا مايا ما وصلني هانين اي وحوي علي بن ابي طالب وامان هذا لوكو امان انت اللي سوق هذا الذي هدا ان كان له محاضره ذي هوري مردو نورك نو اسوا انكو سو نقونين مركا بالكتاب كاس ايان كهالله يا حالكيس ورث كتاب كاسوف كفر بنا هي من الرافضية ومجعيس حسن لغشيغو انت بضن مجعيس حسن لغشيغو حسين نوالي إلى هذا بيغا وحال إلى هذا حسن ابن يوسف ابن علي ابن محمد ابن مطهر الحلي مركبوث المشهور كوي هاي أووغا أصدن بي إن لو نسبيه ومركا ابن المطهر بلو يقال ابن المطهر هذه مركا لأيغو أسيغا يا أووغا يا أودحي وها أودحي أبيه يوسف أووغي علي أووغي سلابات مطهرك أووغي سيصدح ما أووغي سلابات كان كان وحو يا ابن المطهر مركا وحا ودخاي اسغا يوسف وابيهيسا علي واوويسا محمد كاس ايا وحا ليده هذا ابن المطهر محمد نوا ما هي واوويسا لبا مطهركم مركا مخو نوقن هيا مطهركم مركا وحو نوقن هيا واوويسا سدخات بو نوقن اوويسا سدخات كتاب مركا وحا جده او الفي ومركز وحي الشيعات آمن سنايا خافد بوها ولماذا مركز ننكا ابن المطهر ليلة هذا وحسن ابن يوسف ليلة هذا كتبت التواريخ دو الشيخ عن العالم انوها
حتى فنونتا علمي قال اسكو هيسان او سيده النحو ايو صرف ايو اصول فقه ايو حتى واحد جرا كتاب من اهل السنه ولي هاي شرحه رجع علوم السنه وحبو كدغيسه لكن سده كان عقيده يسو شيعه هاي كتاب كان مركا وا شيعه فكركي شيعه او كو شيغه يو كو حد غدبه هي اصحاب رسول الله كتاب كان مركا وحو كو مغعابي منهاج الكرامه في اثبات الامامه يا مجلسوها حتى ويسوق على كتبه اللي في إلى بقول يا دادا أنا يا هاي معك وأنا عالم وها لكن أنا عاصوك هذا اسمع صلاح الدين السفدي كتابك اللي إلى هذا الوافي بالوفيات ترجمة ابن تيمية وحكير وسمعته يقول ابن المنجس يريد ابن المطهر الحلي أصبح مرك ورقة ابن تيمية سو قاري وشيخ يجيو إلى هذا مجالس تسو حاضر جري مر أم بانكا قصون دونا محاضرات كغيب وكسو قري دونا وحال مغلي بويري أصبح مقعي وأوغي صدحات بل فيل مقعي ببدلها هي أصبح كهل الله ولاد كانوا وحيري ابن المنجس بويري مظهر كي بوحو بدل المنجس وكري هذا كان مركب وحوال يسكوي دي واحد يصوعي معها سويحي الذي ذا يؤها تنابس كي ألقاف تصوى معها كان حتى هدو حكو هايسو أسيقى لفتي جيسان لا عاي الله وقالين وغفك هدي بادل بادل كي نتكو هدي سينا انتاكو يكاتوه لكن أوغي صدحات أيو أدعي ومنجس بكو شيئا وكالي تلو هدى أوغي اسم الله هو إنو لفتي جيسان حفظ بيها ينكالي وهو رواها أهد واكو رافض دين تكو إسكا عام بابا حتى لفتي جيسان جيسان مرك الحلي حلي عن نسبة ضاني وحلو نسبينا هيا بيدا هذين مقال حل اللي هذا أو مرك أو كل شيء وهي هاي مرك كتاب كان وهذا أي ربان إلى الدفاعان وحيالها الوشيغي كتاب كان خلطة بضنبا كجرة رقا كهر لي وحا كم إذا إمام كي إن بضن كتبها كردي وصفك لورين جري إنك سو شيغ هاي أولي بهذا أبيات وألفي باجيرو كهل هاي ابن تيمية مركي وغيريو دو توجي إنو رديو كتبا هم بدان ركو رديو إنتو نولا بي أحي سا أبيات كسو قاد هاي مركا كتاب كان لفتي جيسو كهل هاي خلط كتاب كان كدح بعينا وشيغ هاي وإمام كي سبكي هاي وإنا ليقانو متفنن كاها أولي ابن تيمية آد وقدر إنجل علمي يسا حتى كتابه لي هاي آخر دماء مركلا صوغا دي دونا وصفك يوحد حمرا ينكشا كان دونا دي لها يراه دونا وكو أمانة حتى كتابه لي هاي ابن تيمية علمي يسا وكو أمانة هاي صلاح وصفد الواك سوغوريا ما رد علي رد فقيه غير الصفكي إنو يلوانك آد يا آد بو فدي يس أقدر إن كده وأرك كده علمي يس زيادة دعوان سبكي قاسي وهو كره دي وحياة بضن زيارة لفتي ذو كره دي وهو كره دي نار توار دمار يس أو جارد واكس وبحها هي وهو كره دي دلاقة معلقة دلاقة معلقة وهو كره دي إلى لح كتاب كره دي وكي هو إلى هدا وهي هاي بل قدال لو أكو سوى قادم دون آيكي أوينا حد يعني أوي هاي مد محواها مخدوط أحواك إلهي هو صوت بحي وحك كتبه سمت بعيد مركة وحا مركة وركة سوى قورين هاي ويل كيسة تاج يوسف كيبا سوى قورين هاي وده أنا تقي يوسف كيبا يكون هنا سكري طبقاتك شافعية لا بكو سوى قورين هاي وحب ليه هاي أنشدنا الشيخ الإسلام الشيخ الإمام لنفسه في ترجمته أبهي باوحو نوم ميريي بويري قبي أسو أوتريي مركا ميشو كسو قولنا هيا وطبقات كشافعية دا واجوز كطمنات ورقم كبقل يتصدباتن يشن ترجمة دي سوق شيغة أسو مركا وحو يلقادي أبهي كتاب كوفلية وقد وقف على كتاب
صنفه ابن تيمية في الرد على ابن المطهر الرافضي واك ابن المطهر مطهر كوصل حركة هنا هنا وارك لكن هنا حل التام في ذلك أبي أدار مركتين وهو يري إن الروافض قوم لا خلاق لهم من أجهل الخلق في علم وأكدمه والناس في غنية عن رد إفكهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه وابن المطهر لم تظهر خلائقه داع إلى الرفض غال في تعصبه لقد تقول في الصحب الكرام ولم يستحي مما افتراه غير منجبه كبعد بمرك ابن تيمية أقود بي والابن تيمية رد عليه لكن مرك أوحان كسو النقوان إما انت هراها تفصيلين وهو يقولون كروافض وقولون أن أخلاق لها ينبوئت إلا وادتك عاية يا أصحاب رسول الله أدو حد قد بها يواك وحي كم ذيهين بويري مخلوق كوة او جاهل سن علمك يا أقوان تهدين لأيغو وعلمك عقيدة ذا ويعلمتان كلاها ديرابان هبرتين ونحوية وصولي وحا إن بغيرو كم ذي جاهلين وابا أبدي وأكد ذيه مخلوق كوة او جبان تبضان أي كم ذيهين بويري والناس في غنية عن رد إفكهم دادكو وحو يري ويكد يقتويهم ويري بينتو ذا بين أمشادو ذا إن إرهديان ومحاي وقد يقتويهم لهجنة الرفض واستقباح مذهبه عقيدة الرفض أو رافضة الحمان تيري يأينا المذهب كاس أيوا يوتغين حميسي يسي أي وقد يقتويهم وقت وابن المطهر لم تظهر خلائقه ابن المطهر دبي عليه ظاهر من نور سو نفسي سكال لها دي ويسا سوري وما قد داع إلى الرفض ذاتك ويالها هي عقيدة عن رفض رافضة ويالها غال في تعصبه واك وانا متكو حد قد بي تعصب كيسا وفكر كيسا وتعصبها يوان لقد تقول في الصحب الكرام ولم يستحي مما افتراه وهو كبان أمتيب ويري أصحابتي ونواناك سلاب كبان أمتيب ويري كما أوصن حشونين بويري وحي أبان أمتيب غير منجبه حال غير وركا إنو غجيه غير منجبه غير منجبه الضمير كوغدري يعني شعر كدراديسي ومعنيه سوي هاي أبان أمتيب أيضو بأن أمشاراسي أي تهي وح أن ونكسني معنى وح أن منجبها ليلة هذا إلمها ونكسن أولا بريبا ليلة هذا واك مركا بنتي أوكالي أيو حكالي هيا وح أسقو بري واك غير منجبه غير منجب منجب سلاسي مركا حركين هيين مركا معنى وح أوهي أسقو يعني محوءها وحو وناكسن مطلعي عن أهين واك سوى وحو وناكسن مطلعي عن أهين معناها بيمبو للي وي بيمبو شيء بكو حي لم يتهي وحا مركي موقتهي سيدا هده هده الكي بوصيري ولهاي وكرة والدعاوي إذا لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء ولها وحيالها الله شيقنا هيو هديح جاءني أولئي معنين ولو ينقالا بكه اللهي ويلا شيء ذوى وعلو مركا أولها أوكرا مركا قفك مفتريقا هاي وحا ويهي وحا وشيقا هاي وكرا مركا وحي لمتا هاي ووعل أوكرا أي لمدهينو وحي مركا دلينو أفكو رأيكا دلينو مركا أي لي مادي وحي يعني آن حقاك سنينو آن فعنين ابن تيمية مركا أسوه قد بي أو كتاب كان ألفي ابن تيمية أساقا حالد قولادا عن كتاب كان ركو ألفها يي حاله وحي اهدنك اسو انتو كتابك اكياني ولادك اسنا كوقت بواها ابن تيمية ايو تقي الدين اصبك ابن مظهر كوقت بواها كزمن بواها كتابك امركو اللي بعد ما انا اقولنا لا اواها نندان امريقو كو خربايا وداد بلنبو كتابك اس كو باديي
ابن تيمية مركا كتابك مركو وقاضي وطبق علي مركا يعني وكو أمانة هي ردين كتابك أو ردية لكن وحو شيء هي خلطات كتابك ده حديث وكسنين. ولابن تيمية رد عليه وفاء بمقصد الرد واستيفاء أضربه ويوان وهو يري ابن تيمية وهو ليه هي رد ننكاس كتاب كاس أورديي ولاد كاس رد أورديي بولي وولا أوفيي بوير هديك مقصد كي لغالها مقصود كي لغالها أوردي و أوفيي نعيدي سنة واو أفصل لكن محاد عاي لكنه خلط الحق المبين بما يشوبه كدرا في صف مشربه لكن حق عدا أيو وحو كده هاي بويري وح كده هاي علو وحوي عبدي سي عن الصافرة وح علو قلين هاي واك وهذا وشارع وعكم إذا أوكلي ولاد كاسي وحيالها عجيب كا واستعمالها أي كم تهاي حيالها إنكس هذا عن في لها يو إن أن صوّدنا وركا كان هذا يعني إيمان هيا إن أن كو صوّدنا هدي إلى هاي إلى هذا وحاصل وحي أما هذا الله واسكسي شيئا إن وحي هاي مثلا وحا وحلق الشيئا هيا كبردك با أبو بكر با وحلق الشيئا وحو الدفاع كدك هيا علي بن أبي داري ملوكا كتشيدا وكاله إلا صرافي ضد علي بن عبد الدالم ما جعله أما بومبونيان وكلاه سلاسو مركز سمعين هيا أدو ورك أنه عاسو أسوق علينا وكلاه سيدو وكلاه صحابة دي كلاوا اللبن مركا وهو يري يخالد الحشوة حشو يجيبو دي هاي حشو يحل إلى هذا وعقيدنا حشو يدو عيقبته أو إلهي مركي اللي أيغو تشبيها يتجسيم كقصة الإنسان أن كان ملك السوحة شو جالس ويهيبة بعد حاجة لها يعني وحاس لها مخلوق يسوى كيسين هاي وقت ولبا ابن تيمية إلهي إنه جسمي هاي ما ينكره أفكر رب الله إلهي وجسم لكن سوى أضف حتى هذا اللي سوى حكم ذا جسمي معنيه سوى وح شرعك يا عقلك الله بضوه كسوك ماذي مارك وح شرعك يا عقلك كسوك ماذي إلا ديدو يعني شيء نوع عصو كله مارك حوالا هده هذا الكنا إلا وأوقيا هاي وحا دفك دحل ذكا إيمان كلا وكلي تاس هدو من سوى نصو بردك دوننا ابن تيمية إلهي إنو جسمي لغو شيئا أما أوقيا هاي إنو سنديدني ما قدت بل وحيالا أبو تسين هاي إنو جسمي لماذا وافق سي هاي فسوق قرين دون هذه الآية وهو يري حشوه ملك السودوغة ودهاية فهو الله حثيث صير بشرق أو بمغربه فهو أصو حثيث صير صعد كي سميت كي ددجين هايوهي بشرق في شرق قرح صباح أو بمغربه أما بمغرب قرح دع له حشوه ددجين هايوهي معناها ميل كستا او دوغا با شايغا حشوغا اللي يرى هادو يا شايغا حشوغا اللي يرى هادو ميل كستا او دوغا با وا او رادنا هيا معنى وحوغا جيدا كتبها حشوغا آمن سن يعلم الله قبطورنا وابا حسوغو دليل سدوهي والكستو تشبيه كترجمة هايو نمبا ابن تيمية واسوق آدان هايو واسوق آدان دوننا كتبها داتك او امانو بل كتبها سوحي بيغا هايان واك سيو مدو اي اوغادان واك يرى حوادث لا مبدأ لأولها في الله سبحانه عما يظن به وهو عقيد ديسي هاي بويري وحيال سودري وان بالله هاي في الله سبحانه إلهي ذات الاسم ونكو عقيد ديسي سبحانه إلهي وكان الزهنية عما يظن به وحاو إلهي أمرين هاي تن مركا اوكاها الله يا والا ودنا عوي ننكا هرطا وفو قبائب نتيمية اللي يلي هادو
حوادث إن إلهي كوكم تعيو قضاء حيالا عضب يديدين ما يكمت وواحد اللي وحسو الدرية هدي إلهي صفات كيسا يكمي دي هي هذا عالم كان ورنم بإنو حادث يا وحا لو الدرية سلا وصفات كيسو الدرية هي وي سببتوه شيء تلمامتي سكبدا وينا شيء هدي تلمامي سو أي حادثي هي ذاتي دي سنة مركب حادث أصلا مركب مشكلة دو حيكا هاي ستا وحيالها تلمامها إلهي أولي هاي وحو أغا قياس قاتا تلمامها ابن آدم كوكر ولما واحد إلى كتاب أصلا أولي هاي وأنكسو قورين دون هدي إلهي هذا وقت هذا صوص على محاضرة عن ديري أصلا أورا هيا واحد ابن آدم ك كمال واه إلهينا كمال بيوي يا كسي بدن واحد ابن آدم كان نسخان كو أهمنا إلهي نسخان بيكون يدوك مرك هدي إلهي كلامك سلا سوق على هدي إلهي علمي سلا سوق على هدي صفاتك على سوق على أو كلي سدا صفاتك كان إنسان كو أو كلي أيوة وقي أصلا هذا نهيا واحد أصلا مرك بعد ما أوقبه إلهي حوادثه أنا كقوم توقبه سوء أرين تاس محوها وأبو كاش هذا فكر كاش فكر إليهن فلاسفة وأن فكر مسلم هاي قلوا إن كان فلاسفة ولا بعد يدي قرار قلوا وحي إليهن العالم قديم بالذات إليه عالم كان وهري ذات أهم بوهري ولي واجر إركاني ولي بوتري دولكاني ولي بوتري ورحضاني ولي بيتري إلهي مركي كه الله يا وحي ليه وحاني ووح إلهي كل لازم يبي ليه الله يا معلوم ووح يسويه شو ده هذا فرت عن هدي فرانتي أتجريسه هذا نوح نوح يسوي فرت فرانتي وكتيره فرانتي ولا وان نوح نوح صنعه ما كان هذا يعني أو كذا مرك إلهي عالم كان خيار أسوي ليه كم عام وصبيين لكن ووح لتش ليه ورساس وكذا فكر كلامنا قال كل وي قبام وحي ليه عالم كان هو سود الريي لكن هو كله الريي دول كان دول باكو الريي هو بابا دول كان كسي الريي سونا هو بابا دول كان كسي الريي هو بابا دول كان كسي الريي هو بابا شاسي ودي كده فأنا وحوي وحي إلى هذا حتى إمام غزالي وكل دي كتابك يقول لي هو تهافت الفلاسفة اللي في جيدة مركة inka soo culimada qaar kood ka soo guuriya laakiin asaga laftigiisa inaan toos uga soo guuriyo ayaan rabaa markii waqtigeeda aan gaaro marka kuwaasina marka waxay qabaan hadii la eego caalamkaani hadda yaala kii waa hore jiray ma dad markuu da' gaaro muddo jooga ayuu baabaahay mid ka horreeya sidaa soo kala ah mid ka horreeya sidaa meel ka soo bilowdayna mare arintaas al caalamu qadiimun bin naw ayuu qaatay وأنا واحد قال قفتوي فكر كهذا أوقات وهو أنا ملك أوقاتي عقيدة أن كوساف سن إلهي لا حوادث كقمتا إنه كأن صحصله إلا ملك هدي لا إله هذا ورثاء إلهي حوادث كقميسا حوادث وحا كقميسا إلهي ما إلا أن كسر بالعابن ها إلا سيد أمين وحوى عالم كاني إنه سر ما إلا كسر بالعابن وكله ولو عالم كما كي لي يقول لي إلهي باء وما يقول لي إلهي باء وما لا كما صوب بالله من أكله قفك وح أومي شيء قال له أومي سوكي أومي كما هو رأي وحلا بالله صوب بالله ولا أري كما هو رأي سو أنت أسوأ مرك أدي الله بجمنا هي إلهي أول يدي سو بجمنا هي ألم يروا كيف بدأ الخلق الله يبدأ تاس محاضرات نمبر دير ما مسألة كسوة قالن دونا كتبه سر وكسو قولين دونا آد بارن أدب قرين دونا هدي لهيرا ولاد مركة وحاجرة وهابية ركام مضعة أو شاقي أرنتان محوها وحا أي قبين اللي تاقلوا إن كان فلاسفة ذاك ولاد كا وحا اللي هذا نين مركة ولا أزهري يوها أيضا موحو كبيرة وهابية دا نين عالم وها محمد ابن خليل بالي هذا كتاب كنا وكتاب ابن تيمية وكو أمانه وكو ليه
باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي بوله هنقشر إسلام كمتكي كعيي وصو صار ابن تيمية سلفي جاها مركبها عجيبة مثلا الآن وهو قوائنا يفهي ابن تيمية نفسه يسلم أي كسر إن إسلام فالأسفل أي قبيل مركبها سلام دروح اللي سلف كتل معها ابن سلفية حيالك الله أنك سوكورين دون أي أجرة مرك مركو مثلا العالم قديم بالنوع ولما سيقول لك مناقشة كسمية أو سيدي هذا الكيس كان مقارنة مثلا أنا كنت موافق سراسو أيوه حبيبي وفهمنا كل هي رقم كصدح بقول يا صدن يا صدبو مركو مركو ورا صوضه تسلسل كي مركو وقبو هو قبع صيغ وحكمل وهو يسوش شبهايا وحيالها قبالك إيمان دونه هذا مثلا ينار ينار تواقب ناس وما إني ولي قد باقي أهانا هي مركا تسلسل كقلال كإيمان هي يتسلسل كي هراء تريب اسكو شبه هي وانا خر صوبتا ميت كان قلال كإيمان هي ميت جريتان ككل جي ودا قلين معها جنادو إنا يجيري دون تولي جيد واقع هادا جيرا مجرين واقع هادا جيرا وحا قلال انت يسوكي دي لكن انت كلا واحد موي إنه يسجل الدون تعالى وحي كحر أنت إلهي إنه سيجل سيو أنت هبط لمن واحد عيما لكن مركي اللي إله هذا تسلسل قديم أجرة شيء قال هو حادث شيء قال هو حادث لك سيهوري وهم مرها دي وحسود الرئي أيهين وحلا سميين أيهين وإنه إليهن مالك صلى الله عليه وسلم صابتوا عن مرها دو شيء قديم يهي وهي قديم كاي وحي نغونها يهي وحي جريدا قريبا نغونها يهي waxa jiritaanka gala hadayhiin oo haadithna ay waayeen meel ka soo bilowdaan leey markaas waxa leey noocooda qadiima laakiin afraadu waa haadith afraadu markay haadith tahay noocu afraad laftigeedu weeye ma wax nooc la yiraahdo meel gaar ah taagan waa soo qadiim noqonaya oo afraadu ay ka dhaxbaxsan tahay meel gaar ah ay tahay miya jira waaq hadaa tiraahdo insaanka noociisa waa qadiim laakiin afraadiisu waa haadith نوع إنسان كمركب مهوية سواء بيت كان كل حجرا معها فرد كسوة سكر أفراد سكر نوع مركب مشي ملقارة تاجم يا مركب سوه ليه قاعدة داس مركي ابن تيمية أوصي هكذا يقرر ابن تيمية تلك القاعدة الهامة قاعدة دا وي سلاس ابن تيمية أوصي بوليه وقد ناقش لها فيما تقدم مناقشة أنا كسر ما ومركز أكور أنت صعداء أكور الدنيا ويحل بها مشاكل كلامية كثيرة مشكلوين وعلمك كلامك عقيدة ذاكو سابسا أو بضن أيو كفر أيبوي ها أيدو إسر الدفاع إلا سوه قضاء إلهي وحيا الله صوع صبونا رهي أغانشها إلهي وأغانها ينويها أغانش حادثة أيضا علمك إلهي وأزليها أو أنت يسندعين يا انت معها يا اللي بدا وقي هي ما قالت الهي بحر لها يا لي هدو الهي هدلو نبي راح له وحيوده هذا كان الهي انه حادث يا هي وقت قاص معها يا اي مركه قضاء لكن علماء اهل السنه والجماعه انت واكو خلاف سي وحي ليهن كلام كالهي لو كما قياس قادن كرو مثل ابن ادم الهي ذاتي سوى ازلي كلامك سوى ازلي اضوغ هداد اسكو تقانو ما أنت هذا أروه مركز الله يا محاضرة أنا هذا جديد هاي تيم حوها هذا هو الرئيس ويكدم بيس كلمات كان هذا أروه عن جديدنا هيو من ضمن دخل يكدم بيسا إن عن مركز تاء وقياس قال تؤيد إلهي ليس كمثل شيء ويري وآخر وحي لها يا محاكم ده حديث هذا عن سوق هذا نبي وحو شيء إلهي قف والبا إنه الله هذا يتوانه قيامها هدو مركا مفايل بو إلهي كلها الله يا مركا هبل بو إلهي الله هدلك هبل مركا فايل كو كتيرا مركو كبحو هبل كاسا قال هيا مركو كبحو هبل كاسا سلام يا قرآن كان إلهي وقوش إلهي وهو أسرع الحاسبين وهو حساب إلهي متك أقودك دا جدا بغمور هدي فايل إلهي اللي هو قال هيا انت قياما لتاقيها انت بي قادة ليسا انت يسا مخلوق ومرك الليجي وحكم إذا إلهي قرآن كوحو كلية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول الله كن فيكون إلهي أمرك يسوح هو
مركه ودون هي الهي انو وحي جادية اهو بو اوراهي انتبا عالم كان كد عيسى دقيقه والبا وح الهي او سميه قدري سيدوكو اجادها الهي مركه واسع كنتي سو مركه ما وحا وي كم 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 او انتبا هلكي ملقسي ما وحا دعاهي ملايين كنت الهي ما هم بدينا وكرما او قياس لانك ونوالا قال وحا يكون فسيران قصدك حتى هذا الله فسيرنا الهي كنتي سو وحا يتهي السيغا يقارنا لكن تنان تنا وحوي هدار هدير تال دور شير أنا سوف جينا أما هل ساعة كن كن عند رهانو إن تبى قادم كذا شيء أهو هدار رهانو أكلي ما لا تنشي قادم رسا إن تبى مقادير تإلهي بعضا مركوا مشكلة وعي ولاد كايسة تو حوي وح كان إلهي صفات كيسة أيوه ربا تنبنا آدم كأنه وقع أسقاط أيوه ربا وقع ولمدن ودي روح إلهي داتي يشيء سنداتي دا ولا مدهين كلام كيسون الله مدمع لو جمع قياس قادن كرو هدي أريج عقلي أجو أنا صورة يسون كرينا وح صورة يسون كرأيت هاي وح أدو أعتقانه تارا وكهر بدونايو هذا الدمبو ابن تيمية أولي هاي بانور كاس ورا الله صلا كنت علقين دونايو مركا عن كنت سين دونه بل بنا آدم كفهم يجلس يجرات كيسو أنت أولي إجي هاي وقت عن كنت صقاد دونا وقت وركاس وسوق هذه الدورة هذه لا هي لكن هذا أنت عنك يقول مركا وركا وإشارة هي وحوي فكر كاس إنه قاطي كلف تجسر وكوئين اللي كتبي سك قرنت ولا صلا مركاس وحوي تم مركا ما هي نقانسة وحي نقانسة وعلم الكلام كعلم الكلام كعلم عقيدة لي هذا لو أديك سري فلسفة لو أديك سري كاسي مركا وابدعو وابادي قيمي سقار كوت كفري بوغارسينا اوهير مركا لو كان حيا يرى قولي ويفهمه هدي ابن تيمية او اهان لها متكي دول وانيغا هذا الكيغا اركا هيا وفهم هيا اما اوغار هيا وفهم هيا رددت ما قال وحو يريبان ردين لها بوي أقفوا إثر سبسده واك أنا يقول محو أها خاد راعها بهقوية دي سرات كيري سبسد بحال غيره ماشي بهقوية دايو قفت هردو هدو كله مبيه يبنى الله أنا أقول شيئا هيا كيت كانوا قاضي وقد بجاع هيا كيت هلاقة إنويا وأن دمجر لها يقول لي كريبا والبوا وأن كورا دين لها سيدو مسائي شهر وقورا ديو كريب كما رددت عليه في الضلاغي سيدان دلاغ أغور هديي وفي تركيز زيارتي زيارة كتاقي ديالة سيدان أغور هديي رد ملايير مشتبهين رد وحان هديي بوئيري أو آن دهناي أيان هديي بوئيري آكا هدر دوالا ابن عبدالهادي وار هديي ورانا هايانا وقسي سهدو مرقان سوقا من محاضرة سو سوطي وحرين دونتا وبعده مرهدو جيريو دي جلاشيسي لا أرى للرد فائدة رد فائدة وما أركو وجوهره رد جوهرتيسي رد جيبو جوهرك لكشبهاية مما أظن به وحنكو بخيلها يكمت لأنك من نوري والرد يحصل في حالين رد قول بحالو أيكو وراكسية واحدة مد أو لقطع خصم مدوده هي جوينتي سنة أصغناتي أفتري ديسي قوي حوغلي في تغلبه أتكانشيه سأسليه قفك كأتكو كحوغلي إيه وحالة حالة بكوة ناكسية لانتفاع الناس ضدكك انتفاعي دودان حالة داس أصغنات حيث به هاديون مركة حالة داس يعني ردقا كسابسل حيث به هاديون مركة ردقا هارون كسوغيها والربح لديهم أكتو دنا فائدة إكيلايا في تطلب رارادين تيسي مركا ماشاس شيخ مركا إسردين هاي كتو وسو جواب كلمالها قاركو هورتا عروق ما أرق كتاب كان زيار وكورت ديولي لها شفاء الصقاب وحبو قد جوابي ما نعرق المتيني إن هاد الجيران نعمر إما يوحد الحياة كوان طلاق غارب اسكو دايو هل ميد او ان لما يسري ان واخ كلو هليان عمرين مهل ايان كارك ميد كان مخو اها او كو رديي
sidoo kale in naartu ay baabi'i doonto oo markaas gaaladu ay ka soo bixi karto. intee buu aayad dardaraya qur-aan ka mid a yaa xataa haddii aayad kale la sheegina la sheega midda ilaahay uu lahaa ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar, kuwaas waa kuwa aan aakhira kulahay ilaa naar maahan. markii ay doodahayeen oo ay ku doodahayeen dhalaaqan mucallaqa ah, dhalaaqan mucallaqa ah, ibnu saymiyya wuxuu qabaa haddii la yidhaahdo naag haddaa ku tiraahdo gurigaa haddaa gashaa ama waxa haddaa samayso iga furanta, wuxuu leeyahay kafaaraa bixinaysaa waxba, waxaa weeye naagtii marka kaa furmi mayso. sidii magaca ilaahay soo ku dhaartoo kale booskaasuu marka marsiinahayaayo booskii yemiinta oo kale ee xafiga iyo manciga iyo kida iyo waxaas wuu ku radinahaya, weliba inay ijmaac tahay ayuu soo guurinahayaa, wuuna la doodahaya. laakiin waxaan soo qaadi doona waxaa ka mid ah kitaab ibnu taqiyuddiin uu ku radinahayay xadiid uu soo qaaday taqiyuddiin, oo xadiidkaas si uu ugu daliilsado fakarkiisa istitna nebi maxamed aanu samaynin uu ku daray soo horo halisa maa kitaab uu leeyahay ku taala raqabka ee kitaabkana waa ka soo guurin doonaa. marar muxuu ahaa aan ka sheekayn doono siduu axaadiista u jiiro oo u dardara ibnu taymiya haddii ilaahay yidhaahdo. weliba hawshaasi waa khatar, khatarnimada ay leedahayna waa ka sheekayn doonaa, waana soo qaadi doonaa isagoo axaadiis badan oo saxiixa inkirahaya oo fadaaisha aalu beytka muxuu ah ku saabsanay. dad badan baa baran doona, dadku ma wada yaqaanin. sheikhu marka waa sii wado, wuxuu yidhi walaysa linnaasi fii cilmi lkalaami hudan bal bidcatun wa dalaalun fii takasubi. intaana taa usii gudbinin baan meeshaan waxaan leeyahay subkii waxaa fiicnayd wadaalka kitaabka inuu ku reediyo. runtii waxa weeye waa fursad ummad badan dhaaftay bay noqon lahayd, maadaama ninkaasi labadooduba waxay ahaayeen laba lagu tilmaamo inay mutafanni yihiin, weliba dad badani ay taqiyuddiin xagga taxqiiqa waxa ku sii darnaa ay yidhaahdaan taqiyuddiin asubki ma garat. wadaadkaanina wadaad sahla laftigiisu ma ahayn, oo xataa markii wiilkiisu uu ka waramahayay dooda uu la galay taajuddiin asubki wuxuu yidhi hazamahu wahwa gayru haziimin buu yidhi, wuu jabiyey buu yidhi asagoo aan jabayno soo taagan oo weli qayrinay ma garat ya. marka ninka wuxuu ahaa aad huurka uu isaga saari jiray buu ahaa. marka hadda asagii waaba geeriyooday oo hadda ma jirinin nin miisaankaasoo kala leh oo muxuu ahaa sidaa ula doodi karaa ma jirin. ibnu xaadiga ay hadda buunbuuniyaanna waan ka warrami doonaa haddii ilaahay yidhaahdo muxaadaraadka soo socda ya, ayagoo xataa wahaabiyada qaarkood ay ka sheekaynayaan ayaan soo qaadaya markii qaar damceen inay maaragtay barbar dhigaan taqiyuddiinii ayaga laftigoodii kuwada insaafka samaynaya. marka xoogaa waxaan jeclaan lahayn ee waxaa laga yaabaa qofku waa insaan oo sheikhu dad yacda kutuba alifana waa ahaa, haddana qaadil qudaad buu ahaa, culimada waktigaa joogto dhanba ninka madaxda u ahaa waa isagu maamula, kii qaadi laga dhigaayo, midkii madrasa loo dhiibayo, nin cibaado badan inuu ahaana way ku tilmaameen. kitaabkan ibnu taymiya uu ninkan ku radinahayaana kitaab yar maahan, waa kitaab weyn weye. hadduu yidhaha kitaabkaa weyn oo ajdaada badan aan dabagelahaya hadduu yidhaahdo inteebay haddana sii qaadanaysaa cimri intee ku baxaaya, laakiin asagoo arrintu ka fiiriyay waxay baradhi ninkii geeriyooday malaha hadda wuxuu islahaa waxaani sida hadda maanta ay yihiin oo kale ma aanu moodayn, laakiin waxa weeye wixii la qoraa wax harahaya ma ah, waa wax baaqi noqonahayo wey. weliba waxaa jira dhambaal madiina uu diray oo arrintan laftigeeda isagaas radigiisa iyo howlahaas iyo yacni muxuu ahaa waxyaalahan ku saabsano weliba arrima caqiidu taabtay waxa uu kaga hadlahayo maaragta. weliba uu yidhi nebiga qabrigiisa halagu dul akhriyo risaalada dhambaalka ee meesha ummadii baa soo ziyaaranayso dadkii oo dhan baa imaanahay waa la maqlahaya ma garat. cudurdaarkaas uu muujinahayo ila waa lagu yaqaanay inuu mar walba marka wuu joojiyey si u geeriyooday inuu wax dambe ku radiyo ibnu taymiya.
وح الله وح ردي ولي هذا وح يدعين ابن تيمية ونول وتاجم بيدعين وك مركا واسي ودو مركا وحيري وليس للناس في علم الكلام هدى بل بدعة وضلال في تكسبه دتك علمي قال علم الكلام كاللي هذا وقم صغنو يرهنون ee waxa ugu sugan bidco iyo baadi in cilmigaas kasbada cilmigu marka ka hadlayo waa maxay cilmiga waxa weeye falsafada loo adeegsado waa sida hadda ibn taymiye muxuu ahaa oo ku weeraray oo lahaa yara xawaadid baytka hadda dabbu ku soo qaadahaya oo waxa weeye cilmigaasiisa ibn kalaam kale waa cilmiga aqiidada ah hadii uu yahay mid muhaddab ah oo aan fala midka falsafada lagu soo daro aan ahayn waa adilla aqliye ah adilliyad naqliye ah marka la raaciyo oo marka xujujta lagu soo oogo xaqa lagu ayidaya diinta waa kan marka siire waliyadun fihi anigu cilmiga cilmi kalaamka la yiraahdo gacan baan ku leeyahay buu yiri waa kan ana aqoon baan u leeyahay lawlaa dacfu saamicihi kan maqlahaya oo aan aqoon u lahayn daciifnimadiisa maahana uusan qaadan karin adilada noocaas oo kale aqliyada marka laga hadlayo ilaa hadeertaan ibnu taymiye marka uu la doodahayo waxyaalahan marka uu ku doodahayo ama raasi uu doodahayo inta badan wuxuu ku doodahayaa waxa weeye waa cilmu kalaamkii weye adilo aqliya buu ku doodahaya ma garad waxyaalihii isaga afkaartooda lagu radinaya xashawiyadaha lafsigooda oo kale uu ku doodahaya oo marka ashaaciradu ay ku radinayaan sheekada marka ah ayagu isku akhriyaano cilmu kalaamku waa bidco waa asaga laftigiisa wuxuu ku doodahayaa waxay tahay isla cilmiga xashawiyada awal waa isagu fakarka uu ka qaatay aqlabkoodu ma aanay aqoon culumtan aqliyada lamana aanay doodi karin ashaacirada taariikh ahaanna waa la ogyahayo muxuu ahaa markii madaxidada iyo lala doodahayo oo kale waxay kaashan jireen waagii hore ashaacirada laftigoodii waa hadda intii maraykanka aan joogay yar baa wuxuu ii sheegay nin ayaga macalin u ah wargeyna jaamacaddu ku sheegay inuu maraynayo oo mulxid ah baa wuxuu yidhi caqiidadii ilxaadkii iyo diintii iyo wixii dhammaa uu bushinahayo buu darsiga soo bandhigi jiray marka yarku asaga ninka warka u sheegaya wahaabiyadu ka mid ahaa kuwo kaleoo isla gurubyadoodii ah marka wuxuu yidhi rag baa aayaad iyo axaadiis soo qaada suu ma aayaddii xadiid baa maba rumaysane waa ku kacasay waxaad sheegaysaan wax ka jira male anigu horey sidaas markii ay maqabsatay faamarinkii joogaan nii sheegay wuxuu yidhi kutubta waxaan raadiyey buu yidhi ghazaali markaasaan kitaab ghazaali leeyahay oo mulxidiinta iyo waxyaalahaas ilhadigoodi kitaabkii baan soo mubaadaceeyey buu yidhi wixii meeshaas marka aan ku arkay baan kula dooday buu yidhi asagii waa yaabay buu yidhi ilaa adilada caqliyada waxa weeye qofka mulxidka ahi ayagu marka hadda kuwa ka wahaabiyada siday u badayay ibnu taymiya waa khilaafay asagu isagoo xashawiyadiisii hore uma badnayn inay culumtan caqliyada bartaan uma badnayn waxyaalaha adilaabay sifaadka u darisaan weliba la og yahay qaarkood xataa inay baadil ahaayeen oo daciif ahaayeen oo taalif ahaayeen oo arayada laftigeeda ka hadli doono haddii ilaahay yira kuwa kan iska dhaaf caadiga ah ee culimada muxadisiintii caadiga ah ee la yaqaano ay wariyeen marka ninkii waa yaabay buu yidhi hadalkaygii war waxaa kan wuxuu niyo xagee waxaan ka keentay ma garad haddeer oo la joogo kuwa ayaga ah waatan ashaacirada iyo loo eegaya markii ilxaad taabto hadduusan culimadan kale ee cilmigaa taqaana aanu raadsan ilaa awal baa loo caayay moogta mulxidiin toosay noqdaan kuwa badan oo hadda wahaabiye ah ayaa mulxidiin noqday marka wuxuu yidhi haddii anigu aqoon baan u leeyahay haddii midka maqlahaya aanu daciif ahay jacaltu nadma basiidii fii muhadabihi buu yidhi basiidkayga kan tixdaydaan basiidka wadirigaan basiidka waxaan yeeli lahaa buu yidhi midkiisa la dahiray ayaan ku alifi lahaa buu yidhi waa macnaha kan nadiifka ah oo markaa ka nadiifka ah falsafada marka cilmukalaamka lahaydaariyaa waxa weeye waa midka masjigaaye falaasifada hadalkooda la soo geliyay ama masale ka soo qaado sida hadda wadaadkaani yeelay ama wax ka badanba soo qaada marka waxaan ka hadlaynaa marka maxaa cilmu kalaam la yidhaahdaa magiisu waa maxay magacyuu leeyahay cilmigaa cilmu kalaamka le waa cilmiga caqiidada
علم أصول الدين وهذا يراد، علم التوحيد وهذا يراد، علم الفقه الأكبر وهذا يراد، فقه إلى بوك الأقدار، فقه هو سؤال مثل كمسائش فرعي كهلا، فقه عقيدة كهلا، علم الإيمان لما مركا واحد الله استعمالها معنيه فهمي مروا البره هذا واحد ويا أدلة ده واحد الله سوق هذا رأي وكتاب كي يسونا ديو بدنا فرعي على ودريشن هاي علم الأسماء والصفات وهذا علم العقائد بهذا يراد تعريف كيس مركا واحد يكون تعريفيان بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسبة من أدلتها اليقينية القرآن والسنة الصحيحة لإقامة الحجج والبراهين العقلية والنقدية ورد الشبهات عن الإسلام وحل إلى هذا علمك علم الكلام كوحوه وعلمي قفك أود وقوية لنا هايو إنو عقائد الدينية إنو كسوة أيضو لغا قادنا هايو عقائد الدينية أدلة يقين تاي ضبطة سيدة قرآن إيا سنة صحبة قارب حضر كيسا حشوية دا كان من أحاديث باطل حتى كو كافتو بمهيان كو كان صحيح هاي هيالا قال كو كسو أرور إلهي با كور شعران يوحا سيكو فسرتان أيو كو التالف ابن تيمية دريسة دا كو التالف ابن القيم با أدو دريسة دا ماشي دانو بهم لدونا وحين أقصوا هيانا يدو أدلة على قاتي إلى الحجوين يبراهين عقلية يمن نقلية إلى سوقوري إلى يكوغا يا إلى وحيالها شبهات كاي دتك إسلام كاللي قرينها إلى إسلام لماذا إسلام كإلى كردية كدفاع مركا هذا باش الحجاج تي إبراهيم تمركا وسوق هذه لغة هانبك اللي يقوى سومي لكن ما لها لك الاصطلاح ولا كلا بدلاي ولا كلا الدواء ومركا حجاج وحال هذا أي المقدمات كيدو ما أهم مقدمات يعني محوها ضروري يا ما مد مؤكد أو مركب بديه في رضه ولا لقوا فهمها يا ما لكن وامد مقبول ولا أقبلها وأدلة أدلة إقناعية لي هذا واك أدلة ذوي كلام هذا مد كان برهان كان واحد لي هذا ودليل سك عقل جاء أو مقدمة ديسة لقى جورة هي لو نجورة هي النتيجة النتيجة داسنا أو مقدمة ذا كان هذا يسار مقدمة اللبسي يدي أي محوها كده كده مقدمة هي نتيجة روحها كده هي ترابط ضروري كده هي ترابط ضروري اسكو حرنان أو مهوران هوا كده هي مركا هذا مركا قال كده هي ليه برهان كمركا حجدا لو فسره فسر كيس دفتا ما مركا استراحة أنت الله أعجو ربي كليه لكن مركا اللغة أنت الله أعجو هذا ده ما قرآن كو عرفته أما حديث كو عرفته مركا وح الله استعمالها يا حجدا أما حجة داس حجة إقناعية هالنقطة اللي حجوي كلفتي إذا حتى لسوء وجهيو ويسيك القوت بديه واك أما قرآن قديه سها هذا أما أحاديث الرسول كلفتي سها جرها هذا كتاب كان مركة من هاد السنة وولب حي ولما ذكر كود مركة وحي هذا وأهل السنة هاي كتاب كاسي من هاد السنة ما هو من هاد البدعة بيه سببتها بالعدي رفضها أي وحكورة دينها يا بالعدي نصفها قلوا إنك أصحابتي حوري وأبو بكر يا عمر يا عثمان يا أصحاب بدن كورك تعلق كوا أصبركوا ردينها يا أي وحكورة دينها يا بالعدي كلوا هاي دين آل بيت كلوا على ديو ومشكلة ولادك هاي ستي أبو بكر ما وحلق الشيغي علي بن أبي داري بسوق هذا هاي سوى هذا الكل إهانين هاي معاوية على قشة على قشة علي بن أبي داري بسوق هذا هاي وإهانين هاي معنا سوقوا أنا معاوية ما إهانين أبو بكر أدوهنا علي إهانه علي يبون بنيان ومركز عليه عثمان بقى واحد رافد وقول حكي شيء هاي علي بن أبي داري بسوق هذا هاي بل بالله عليكم فيه دقن كان مو عاصى واحد دقن علماء إسلام يكون دقمين معه وحوى بعض البعض الخورد وح هذا نكسي درن أولي ومن هاد البدعة أحاديث بدر أو فضائل أهل البيت قصوا عروري أي كتاب كان نوعه
انكري بيرينه هقول ما الله كنت بقول حتى حافظك واشيغي انه احاديث صحيحه انكري الباري اللي في تجي حتى شيغ هي كتبي سقا كنت شيغ هي وها كم اذا وحيالها وصبير هي وها مثلا رجع كلو صحابه ده من قبيه فضيره واه مركي ايغا وصو ارورتو علي بن ابي طالب هدي وصو اروران وح عادي وكذا حسو ده عادي كذا هذا كور كتاب في فتاوى وح كوارك شيء من قبايو ابو بكر انت وصو ارورتو وفضيله كذا هيو علي مركي وصو ارورتو كهلا وح عادي وكذا انت وراك اسكو سو واحد حلو كذا وسمعي حتى مدي النبي عليه الصلاه والسلام ويري مركي مدينه النبي يعني علي بن ابي طالب ما يجتني يساوي انا دبرك اسو سوده ويري انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي واحد يجي جوكتا ويري ماشي النبي هارون موسى وكجوكر من قبل اسود بكتاب كيس الملك بلا واسو غورين دونا اسو قيبت الدم غير انه لا نبي عن راسين أيوه هو وح عادي أبو كبيرة. وحان هي بس كلا ساس وساس وسو أروه ساس أيوه لفتي يدو أكون مقدين دوننا وكاه في دوننا. مركا وحاجرة لكن كان هذا أسوق وسمي أسوق وحاجة يا هاي أروق بهذا وره ولا أكو سوق هذا وحان إيري معاوية والدفاع عليهم محاضرات في شعر وأكو دفاع علي بن أبي طالب من الحكي بشيء فالمركز الدفاع هي هذا كان باش يكون واحد كمل لها والدفاع ما هي عن إلي وحياله أخضاب هاي كرب علي معاوية إن أن تبريريه ون الدفاع ما هي معاوية إن أن علي بن أبي طالب كل رديه لو هذا واحد ولا حيس كمان بين السماء والأرض أجرت نن النبي قاسو برباريو انت لقى النبي ان كهر بو النبي يقول يسكون ولا اخلاق بس كفايديس صدح يا تمام كي سرره شخص يا النبي عليه الصلاه والسلام لا صعدي بو اها اهل كاها يرو دبدي سوسيو حتى ركل ودي الصحابه ده بركي سو ويديسي نما اسو دم با وها وي لبا سنه اسلام كاها سغ يا ابي انت كهر النبي ولا دغالنا هي لكن فضيلتي وحو ليهي إنه صحابة كاملها فضيلة دي وحو ليها إنه مسلمها ما قرر إن مركي أصيح حق مثل الله إن كرامها وإنه واحد قد ماما مركي واحد كو خص بكري إنه كو الدفاع وواحد كير هي أقدد أصاب وقبوة علماء بدر وكهلا نويكير هذا البرم بان صوبا بيك دوانا وحبايا أدتك غاركوض وساكول لعندي كارك وساكول لعندي لأن أغام دون تنهدي إلهي لا تقيس كو كسو ما كليجينا ما أرين تاسي واحد مركا يحصوصي صي هذا الإمام مالك لغسو قوريو هذا الكهد داتكو سند أي كسو قوريان نما نان أرين لكن وور حقا مركي لأيو وصدان هذا أسمي ابن تيميه كلا تفسير نيسا تابا نيسا واحد لغسو قوريا إنو يري إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويصب ويغضب فاعلم أنه معلول النية لأن الحق لا يحتاج إلى هذا يكفي الحق أن تستحى به حتى يستجاب له وهو يري هذا قف أركت حق دفاعه حق دفاعه مركز عيتمه قفكي وعايه يا واكبر وعرون هيا واحد أغاتام ويرغف كاسي إنه حق نيادة كبكو إلى قصدك ما هي لأن الحق لا يحتاج إلى هذا حق مبعنا عيو مبعنا قفك هذا تردين إيسو وأنا هدي هذا كل هديسا أي ماشا بص ما إن هذا تدي سؤال عضو لغو ما أقرا ما هي الحق واحد كفر أنبو ليه قف حق إنه عديه يعني هو عدي إن لا أجيبه ولا غيره لكن أنا أي كلمة يسطو معها هذا ابن تيمية حقيقة أي إنه كلمة يسطو ما بهني ونن عالم وها أمرك إن كان ردنا هي وحيا لا أدي الله أي سوق على هي وكل ردنا هي لكن هو صار أبا هني وأرد قال له رب هني أو أه أبو بكر بإهانه ينا أدو علي إهانه وعقدر هذا أرنتي دحمرت أبو بكر يا فاطمة
إلا أبو بكر النبي كمان مقال أبيت فاروق كمان مقال أبيت بحل معي علي بن أبي طالب كمان مقال عباس كمان مقال إنك استوى برضه بالصحابة اللفتي وكم مقلايو أي كم تهرج اللفتي سعديت كان لجوريو وأسوق عادي الدورة مشيت ابن تيمية حتى على اللفتي يسمى ركي ورا رجي دخلك الضربات وكم يضحى وعلى كنا وصفت أن النبي يقول كم تجينا دخلك بسوق العصبي هم عصبي هم بسوق له بعد ما أدرك وها لكن ركلوا الصحابة أي كم مغلينا أبو بكر وكم دي هاي مرك مشكلة بلا لأن النبي يقول مركو شيء شيء هاي ذاتك أنتو ويا لما أورنجين كل جين سوء أرورة وحين النبي عليه الصلاة والسلام أدوجة أي واحد مغلى أي قال لقها أبو بدر الجاسية أبو بكر ما هاي دين لوجتهم يسوع حق محوها قبل يسوع إلى هاي إنه مركو أديه نيك النبي نفسي سي مركي سو هريبوها هدي حولها النبي يعفي ويحلق الله يرفي بها في جاس هدي النبي قال قد حل هاي او حل قد حل هاي اي تهاي هدبا ابو بكر دت كد حلك كقل هاي قبدي سا كمدا الى النبي لا هاي شو ما كمدا سا صاحب جيس عمر قبدي سي الى حبس لبدا هو قبي موقت هانتي دا ما اورن واي كا قال هاي و سيدي النبي ومعمولي جري ومعمولي يري ومركا اني نفقدو دي وحيالها كقاتان وكراي إلا هو القربي مركا واكها دي دونا هلو مركا ميشا فادو ما جارو ووحا ويا أصلا أود ويا لان كرا إنو أبو بكر ندفاعه فادما نعذر داره أيو فادما وحو لده وقالي هذا الإهانة وأصوبا نجي دونا أصلا لما يسترا نقدا نقدا نوساقي دونا بلاد كان هذا واحد معينه هذا كان كقل قشة لكن والله كقل قلم دونا ما سفي عم أنا فصيل دونا وأنا دول ساجد دونا هذا الكلام بعنا كين دونا هدي إلى هيدا بس هذا فدك ما وكش كين دونا مركة أيضا رسالة كل شيء هرين تدح مرتاي إنه فاضمة ستوصى ويحاري أي مركة سنة آيات منافقين كسو دكتي أوكالي أصدقوا ولي بحيالات صغيرة حيالات داسي وأنك هذي دونا هدي إلى هاي إلى هذا واك وعمل كي إذا سيد عمل كمنافقين تو كلين وياه عمل كي إذا كتر معه هاي مركا أها مركا جدا هاد القصة عن إمام مالك أنك سوق هذي ما رب الله واقو قرآن وحتى وهذي إذا قال كود ميره هذا واقو أركي ومشوف مركا أها أركا هاي مدو هاي قصة عن مركا وير رأي إمام مالك هاد القصة عن صح معها وأبين وي ما هذي رجع موري مرك خلاص وح أكمل ذا بس هدي على رتل الشيء جايو أقول وح الله وح أدوية الكتاب يا الله ما تقعني كعنت هذا لكم الجرا شيء جوار أورن كذا مثلا أنا وشيء جا سنة الجود يا معانا على جوكر هاي لا خلاص كل قصير ما وح أكمل ذا أورن حتى المحدثين أنت قار مرك يكون حد عان لي هذا خلاص به قار رئيس كإلى عليا شيء هذا يصير مرك يجربه وحي هذا لما أجد الله أصلا واقع شيء قالوا أصل مهدين لكن هذي أعتبر هذا شيء قال لا أصل له واحد يك هذا يك وصوب هذا يك أصل ليه إلا واحد كسوه أدوه لوري يعني محوها موجي حتى هذا أكتها أنا حالة داس حالة والبيان أنا حسوسين بارجع يا وقف هو إنسان أسوي هذا طاعة استعمالين وهذا روح قدري وركارينه معنا أهان لفت جيرا محوها وبيديو أو حويري هذا مثلا هو سوق هذا عبد الله بن عمر markii uu nabiga ka soo guuriyay dumarka masaajidda ayaan loo diiday wiilkiisa markuu arintaa diido uu yiri dumarka anagu dumarka waa u diideyna ana wuxuu fiirinayaa in xaaladu isbedeshay waxyaalaha intuu arooday warkaas soo aray buulkiisa caay sahabi arooday haduu wiilkiisa caayay ma la dariirsan haya sahabigu ma nabiga ma soo macsuub fa maasha uu rabay inuu aybi uu rabaa qof lala doodayo in muxuu aqil uu sameeyay oo kala soo qaal hadiiski aha nabiga markii waxyaalaha ilaahay u xarimay kaana rasuulullaah yaqdob maaniiswa idan tuhikat maharimullaah markii la xurmo dareeyo waxyaalaha ilaahay u xarimay nabigu waxanaaqi jiray nabigu hadde xumaantaan u xanaaqi jiray ma waxa la yiri dadku caay jiray miyaa la yiri ila hadda hadalka imaam la soo guuriyay ma arada waxa ka horreeya qofkii qof ay tabahayay inuu aha oo waxay ahayd calada arimada ay ka dhalatay qofka inuu caayo talada waxaa ka mid ahaa xadiis bukhaari uu warinahayo oo martibaa guriga abuu bakar timid abuu bakar nabigu ku daahay buu
habeenkii la soo caawayn jiray marar buu ku sii daahi jiray. Wiilku marka wuxuu ku ogaa inuu martidii marka martiqaadkii wixii u gudbiyo midhaa wuxuu malaynahay odow hadda mar walba ma daaha inuu imaan doono, odagii buu la sugay. Hadhow buu saladii dambayn martidii oo aan waxba dhadhaminin. Xadiidka marka waxaa ku sugnaa saba wajadaca baa ku sugnay, wuu caayay oo wuusan gooyey. Haddaana lafdiga halmaamin macnaha sanka allah ku gooy. Hadalkaas marka abubakar calada uu u yidhi ma la dariishanhayaayo nin saxaabiya ayaa wiilkiisi caayay inta carooday. Saxaabi jaliila waa ahaa, gaf waa ka dhici karaa inuu ka dhacaana waa yaray. Weliba fadiilada ilaahay agtiisa uu ku lahaa abubakar waxay keentay habeenkaas isagoo sidaa u carooday cunnadii ilaahay inuu barakeeyey, oo markaa ay noqoto cunnadii cunno ubad badan loo qaybiyo sidii nebiga u dhici jirna oo kale. Maxaa yeele qofka ma ogtahay saalixa ilaa agsa darajaga nebiguba ahlu badar waa tii uu lahaa. lacala allaha idalaca calaa ahli badrin faqaala allahum icmaluu maa shi'tum fainii kafartu lakum. Waxaa dhacaysa ilaahay inuu ahlu badar daalacday oo markaa uu ku yidhi waxaa rabtaan sameeya waa idin dhaafay. Taa macnaheedu maaha marka dembiga in loo baneeyey, laakiin darajo waxay gaareen ay ilaahay agtiisa ku waajibsadeen haddii dembi uu ka dhaco in loo dhaafayo. Ilaa hawshii muxuu ahaa cusmaan uu sameeyey waa tii axaadiista qaarkood ay soo guuriyaan nebigu inuu yidhi maa darra cusmaana maa facala bacda hada alyowm. Waxyaala badanoo marka uu qabtay ceel uu qoday iyo jihaadko marxaladu dhib ahayd dad badan, yacni waxa weeye asagu wixii ay ku diyaar garoobi lahaayeen oo dhan uu siiyey iyo waxyaalaha. Marka meeshaan waxaan kaloo marka soo qaadaynaa kitaabkaas waxyaala uu isticmaalo ibnu taymiya markuu cali bnu abi daalib uu wax ka sheegahayo in badan wuxuu u sameeyaa jiraa naasibi la yidhaahdo. Wuxuu oranaya xaafidusa wuxuu yidhi hadha wuxuu oranaya naasibigu wuxuu yidhi waa hadal uu ku ihaanaynaya cali bnu abi daalib. Mararka qaarkood jiraaga wuu halmaamaa isagaa wixii toos laftigiisa u yidhaahdo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa asagoo jiraagii u laqinahaya oo raafidigu sidaa hadduu yidhaahdo am kalalin naasibii kan aalu beytka nacel isagana waxaa suurtagal u ah inuu sidaa sidaa yidhaahdo. Marka waa xeelad. Xataa ibnu xajar asqalaani mar hadalada qaarkii uu soo guuriyo xeeladdaa kama siisan, ogya qof walbaa waa garanahaya waxaani wax asagu uu buunbuuninahayo oo naaxnaaxinahayo oo uu ujeeddo ka leeyahay inay tahay. Marka meeshaan waxaa su-aal u baahan in la yidhaahdo ninkan raafidiga adigradinaysa waa la gartay ibnulmudahar weeye, kitaabkiisana waa la yaqaanaay. Ibnu taymiya oo naasibigaad sheegaysa magacii kitaabkee buse lahaa ya weligay wadaad ka xeel badan oo ka siyaaso badan oo ka isqarin badan oo muxuu ahaa hadallo afgubaatsi ah. Haddaad aragto markuu faaduma ihaanaynahayo hadallada afgubaatsigaa uu daba dhigahayo marka u dambaysa kulli waa dhammaystiri doonaa xarfan bixarfin maan insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaah u dulistaagi doona. Marka asaaliibta noocaas oo kale waa asaaliibta ibnu taymiya marka uu isticmaalo oo marka uu ku dulgabado weeye culimmaduna marka way ogyihiin. Intaa marka waxaa ku dhammaatay muxaadaradii muxuu ahaa labaad. Waxaan u gudbaynaa muxaadarada saddexaad, iyadu marka waa kelimaad kooban weeye.